فنرجع تاني ونسأل نفسنا، هل عن العدد الكافي لإحداث التغيير؟ ما هو العدد أو الحجم الكافي من المجتمع لإحداث التغيير؟ هنلاقي إنه في 3 آراء متقاربة. الآراء المتقاربة دي من مبدأ قانون الأقلية كلها بتتفق إنه العدد ده صغير، وكمان إنه في عدم تناظر بين العدد وبين أثره في إحداث نقطة التغيير، يعني في نوع من الـ asymmetrical relationship بين العدد وبين حجم التغيير اللي ممكن يحدثه. يعني لاحظ انه نحن هنا بنتكلم عن الكتلة الحرجة، يعني ما بنتكلم عن العدد الكافي للتغيير، لانه بالنسبة لمسألة التغيير فكثرة العدد ضرورية جدا من عدة اسباب حتناول ان شاء الله في الشرائح الجاية. من ناحية الكتلة الحرجة العدد الصغير ده بيتناسب تناسب غير خطي مع الاشياء الممكن يحدثها. فمثلا وصول العدد للكتلة الحرجة حيخلي الأنظار العالمية موجهة، ده بشكل عام الضغط على النظام بالنسبة لآلة القمع حيرهقهم، وبالمقابل حتى آلة القمع ذاتها ممكن هي ذاتها تصل للنقطة الحرجة من ناحية، ومن ناحيتهم هم طبعا وصولهم للنقطة الحرجة إنه يعني يبدأ الناس اللي منضمين لآلة القمع في الانكسار ولبس الملكي، وشفنا يعني امبارح مثلا في بعضهم بدوا يملصوا هدومهم بسبب أو بآخر يعني. فده كله يعني إن شاء الله تحركات بسيطة في سبيل إنه الآلة دي ذاتها تبدأ هي تدخل في النقطة الحرجة، والنقطة الحرجة بالنسبة لهم إنه يجيف القمع الحاصل ده والناس ترجع تبني بلدها بطريقة مناسبة. يلا الـ3 القوانين اللي ممكن الواحد يفهم بها الحجم الكافي لتحقيق الكتلة الحرجة هي قانون مبدأ باريتو، قانون الماينوريتي رول أو قاعدة الأقلية، وكذلك ديكتاتورية القليلين. بحسب قاعدة باريتو إنه 20% من الناس بيقوموا بإحداث 80% من الـ outcomes أو الـ results، 20% من الحرامية بيقوموا بإحداث 80% من الجرائم، 20% من مخالفين المرور بيقوموا بارتكاب 80% من المخالفات المرورية. فده بحسب قاعدة باريتو. لكن إذا جينا نتكلم عن العدد الكافي، حنلاقي إنه العدد الكافي لإحداث كتلة حرجة أو للوصول بالنظام لنقطة لا عودة قد يكون حتى أقل من 20%، يكون 10% بحسب دراسة حديثة نزلت في 2011، مجموعة شبكات المعرفة الاجتماعية دي برئاسة بروفيسور بوسلو زيمانسكي من معهد رنسلير. الناس دي في نيويورك درسوا باستخدام نظرية الشبكات العدد الأقل من أصحاب فكرة معينة الكافي لأنه الفكرة دي تنتشر وتنقبل من مجموعة أكبر منهم. اكتشفوا انه اذا كان العدد ده اقل من 10% فالزمن اللي حتضطر انه المجموعة دي تستغرقه لانه يغيروا رأي البقية قد يعادل عمر الكون كامل. لكن لما عددهم يبدأ يزيد عن 10% تدريجيا حيوصلوا لكتلة حرجة هنا زي ما شايف مكان البوينتر تحت في الشمال تحت، وبعد كده مع استمرار الزمن حيقوموا يوصلوا للتغيير والتناسب الغير خطي مع التغيير مع عددهم. فده بحسب كلام المجموعة اللي هي برئاسة البروفيسور بوسلو زيمانسكي من معهد رنسلير. فزي ما بتشوف هنا دي شبكة اجتماعية، والناس اللي بالأحمر هنا دي الناس اللي عندهم عدد أو عندهم رأي معين. مع مرور الزمن هتلاقي إنه في شبكتهم الأكبر منهم هيبدأ يظهر تناسب في الألوان، ويبدأ يزيد اللون الأحمر مقارنة على اللون الأخضر اللي هو للناس التانية اللي عنده الرأي المغاير. فهنا الاستمرارية مهمة. المجموعة الصغيرة دي مجموعة 10% دي الحاجة الأساسية فيها إنه لازم يكون عندها مناعة من التأثير عليهم، عندها تمسك قوي جدا برأيهم، والمجموعة دي دائما بتجي وبتمشي زي ما بنشوف إن إحنا من الأساليب الكلاسيكية اللي بتدرس أصلا في مبادئ القمع
والمتوقع جدا، يعني هو اسلوبين، انه النظام ده يقوم باعتقال اصحاب الرأي لما يحاولوا يقنعوا الباقين برأيهم، او انه يقوم بشراء ذممهم. عندنا امثلة واقعية كثيرة من الناحية دي، مثلا في 2013 كان في زول، انا ما بحضر اسمه الاول لكن سموه فيما بعد طرحة. الزول ده كان في 2013 مناضل، ثم بقى وزير، وفي كم زول تاني كانوا بيحاربوا الحكومة كمان في دارفور، وبعدها بقوا أو انضموا إلى أدوات القمع اللي بتستخدمها الحكومة، أو جو الخرطوم وبقوا وزراء. فأسلوب التعامل مع المجموعات المؤثرة أصلا لما تبدأ تظهر ولما يبدأ أثرها بيزيد، النظام عارف أساسا أنه لازم يقوم ب يعني خطف الرؤوس دي، يدخلها معاه أو يحاول يمتص طاقتها. فالأسلوب ده معروف، لكن الأسلوب ده عنده نيجاتيف بوينت أساسية جدا جدا، إنه هو ما بيواكب زمن الإنترنت. لأنه أنت لما تعتقل زول، والزول ده أصلا هو يعني صاحب أوبينيون معين، والأوبينيون ده متمسك جدا برأيه به، وبادي يأثر على الناس اللي حواليه بحيث إنه هم ذاتهم يدخلوا في الأوبينيون بتاعه. أنت لما تعتقل الزول ده وبوجود الإنترنت، التأثير بتاعه هنا ما بينقطع، التأثير بتاعه بيستمر، لأنه الناس حتظل تتداول فيديوهات وحيظلوا يتذكروه. قلنا إن إحنا قبل إنه في قاعدة الالتصاق، هذول ده حيكون في بالهم طوالي، وبعد كده التأثير حقه بحسب قاعدة الالتصاق، بحسب الكلام ده، إنه التأثير حقه ذاته ممكن يزيد أصلا. لما أنت تعتقل شخص أو أنت تقتل شخص وهو يستشهد يعني، فده اللي بيحصل. هنا ممكن أنا أقف شوية وأقول يعني الله يرحم إن شاء الله شهداءنا اللي توفوا في الفترة اللي فاتت، من بداية سنة 89 إلى الآن. إن شاء الله كل واحد فيهم يعني ربنا يرحمهم، والناس دي ماتوا عشان يكون في السودان أفضل، وعشان إن إحنا كلنا نعيش يعني بحياة كريمة. وإن شاء الله يعني ربنا يصبر أهاليهم ويعني يعيشوا هم ويشوفوا السودان بشكل أفضل. تمام. الآن الحاجة الثالثة، إنه هل إن إحنا فعلا محتاجين لعدد 10% عشان نوصل للكتلة الحرجة؟ القاعدة الثالثة بتقول لا، إحنا بنحتاج عدد أقل من كده، اللي هي قاعدة الديكتاتورشيب أوف ذا فيو. الديكتاتورشيب أوف ذا فيو دي، أو ديكتاتورية الأقلية، جاء بها نصيم طالب المفكر وعالم الاقتصاد، جاء بها في كتابه اسمه The Black Swan. فالقاعدة دي انه بحسب العدد الكافي لإحداث النقطة الحرجة ما بيتعدى 3% اذا كانت الأقلية دي ثابتة جدا 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 في مبدأها، ومتركزة في حتة واحدة، او لو كانت منتشرة يكون في كل منطقة او في كل نقطة انتشار لها، انه هي واصلة للرقم الصغير ده. نسيم طالب لاحظ وأورد عدة أمثلة، يعني لاحظ إنه المسلمين واليهود في أوروبا مثلا أقلية صغيرة جدا جدا، بالرغم من ذلك الحلال والكوشر بيقدموا عدد كبير من المتاجر والمطاعم بشكل غير متناظر لعدد المستفيدين. والموضوع بيظهر كأنه إنه دي أصلا هي رغبة المتاجر إنها تخدم أو تقدم الحلال والكوشر، وليست رغبة الناس اللي ما بتاكل الا الحلال او الكوشر. بحسب قاعدة عدم التناظر، دي واحدة من الاتريبيوتس او مميزات الكتلة الحرجة، انه بتظهر او بيظهر رأي الاقلية كأنه رأي الغالبية. نسيم طالب ذكر حاجة اسمها الرينورماليزيشن رول. الرينورماليزيشن رول دي بتحدث، او هي الطريقة اللي بيحصل بها انه رأي الأغلبية بيبقى كأنه رأي، او رأي الأغلبية او رأي الأقلية بيبقى كأنه رأي الأغلبية. فبحسب الرينورماليزيشن رول، اذا جينا مثلا اعرفها بتعريف كاجوال، تعريف عفوي، حنقول هي يعني كأنك انت بتعيد ضبط اعدادات شخص تاني بحيث انه يكون هو نورمال، يعني هو يكون نورمال من وجهة نظرك. مثال أول أنا ممكن أستخدم، إنه مثال من بيئاتنا السودانية كلها، يعني نحن مثلا في أي بيت في السودان بيكون عندنا زول هنا ممثل بالزهري. الزول ده بيكون عنده نظرية معينة عايش بها في حياته، يعني مثلا ما بيشرب شاهي
أخضر أو ما بيشرب شاهي أحمر أو ما بيشرب شاهي أبيض أو ما بيشرب أي حاجة عنده لون معين مثلا، تمام؟ فزول ده يعني حيتم بعض التفاوض بينه وبين أهل بيته أو أصحاب السلطة في البيت سواء كانوا أب أو أم، ويحصل شد وجذب وكده. لكن هو إذا كان أصلا ثابت في رأيه ده وما بيغيره، حتلاقي بعد فترة إنه أهل البيت ذاتهم بدل ما يحاولوا يغيروا لرأيه بيبقوا هم ذاتهم داعمين لرأيه أو منفذين لرأيه، enforcer. الفكرة دي بعد كده حتبدأ تنتشر للجيران، بعد كده حتبدأ تنتشر مثلا لصاحب الدكان، حتبدأ تنتشر لباقي الفريق كامل. فده مفهوم إنه كيف رأي الأقلية بينتقل وبيظهر كأنه رأي الأغلبية. الناس ديل دوافع مختلفة، قد يكون دافع احترام لشخص مثلا إذا كانوا الجيران، قد يكون أهل البيت دافع إنهم استسلموا خلاص ما في طريقة، تمام؟ ناس الدكان هو زول داير يعمل تجارته فخلاص بيسمع كلام أو يعني بيكون موافق على الرأي المعين ده لأنه أصلا صاحب تجارة فدافعه مختلف. وناس الفريق برضو ممكن بأسباب الصداقة أو بأسباب الجيرة أو كده. فأنت هنا بتلاحظ أنه الكتلة الحرجة للثورة بتحصل، وبعد كده الناتج بيظهر كأنه هو الناتج بتاع renormalization، everybody looks normal من وجهة نظر صاحبنا هنا ما بيشرب الشاي أبو ألوان. ولما everybody بيكون normal، الدوافع الجوا اللي بتخليهم يظهروا كلهم نورمال دوافع بتكون مختلفة، وطبعا دي ما مهمة لأنه أصلا النتيجة حصلت. فده بحسب قاعدة الرينورماليزيشن رول. إن إحنا يبقى نسأل سؤالنا، هل وصلنا في الحراك الشعبي الحاصل الآن، هل وصلنا إن إحنا للكتلة الحرجة ولا لسه ما وصلنا لها؟ في 2 فبراير بداية الشهر ده عملنا استطلاع رأي، واستطلاع الرأي ده كان بيقول انه هل انت مع تسقط بس ام تقعد بس. الاستطلاع الرأي ده استجاب له حوالين قرابة 15,000 شخص، وال15,000 شخص ده 98% منهم كانوا مع تسقط بس، واللي كانوا مع تقعد بس 2%. الحاجة يعني الغريبة جدا في الموضوع ده اذا جينا نحن نتكلم عنه من ناحية الدكتاتورية الأقلية، أو جينا نتكلم عنه حتى من مبدأ الدراسة بتاعت الشبكة الاجتماعية اللي هي هنا اللي قالت إنه الشخص أو عدد الأوبينيون هولدرز، عدد أصحاب الرأي ديل، إذا كان أقل من 10% فهم حيبذلوا أصلا زمن بعمر الكون لأنه يغيروا رأي الباقين. حنلاقي انه مثلا اهل تسقط اهل تقعد بس حتى اقل من اي threshold، اقل من اي رقم كافي لاحداث اي نوع من الكتلة الحرجة في اللحظة الحالية، تمام؟ فده الحاصل، يعني لا هم 20% ولا هم 10% ولا هم حتى 3%. وطبعا هي لغة الرياضيات، يعني لغة واضحة ما بتكذب، ما بتتحمل الايديولوجيات، ما بتتحمل التعبئة. لغة الرياضيات ما فيها اي تشويش، بتكون طوالي واضحة وشفافة للجميع.